السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ راين ليتو اليوم قررت ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو على الصالون المغربي عندي هنايا صويلين، ماشي صالون في امريكا. بزاف كيقولوا لي بغينا نشوف واش عندك شي صالون مغربي، كنكون كنحط فيه شي تصويره ولا شي حاجه، فقلت علاش لا اليوم نتقاسموا معكم ان شاء الله. خليكم مع الفيديو. كيف ما كتشوفوا البنات، ها هو انا غنبدا لكم من هنا. هذه الدخله ديال وي صويلين ماشي صالون، تسمعوا صالون تقولوا شي حاجه. هذه الدخله، انا عندي هنا نبدا لكم هنا الدخله هنا من الباب. راه كانت كتصب عندنا الشتا، انتما كتشوفوا الارض سارده من الشتا والرعد، حنا في الصيف ديما الشتا يوميا. المهم دازو الصالون، هنا الدخله ديال الصالون. انا عندي كندير هاد لي لامب حيت ما دايرينش لينا بلاصه الضوء الفوق كاريمون، ما فهمتش انا علاش هاد القضيه هادي. المهم الصالون البنات اللي غيعجبوهم التليمطات ولا فين صوبت الصالون اللي في الرباط يتصلوا بيا نعطيهم المعلومات. شوفوا هاد اللعبات، هادو نتوما اللي كتختاروهم ديزاين اللي بغيتو. صراحه انا اختاريت هادو، خديت لو فون كله باج باش نقدر نلعب من بعد في الالوان. لا طلع لي في راسي نحيد هاد البوردو نلعب في الالوان. وحتى المخدات عندي دوبل فاس، عندي فاس كيف ما كتشوفوا ها نتوما سامبل، وفاس فيه هاد الديكور هذا الزواقه. ضروري ضروري الصالون المغربي، ضروري اللمسه المغربيه برا. عندي هادو ديرهم في الديكور حتى هما، هادو طبيعة الحال من المغرب. الريدوات خديتهم من هنا، وعندي هادو اسم الطاولة ديال العظم. الصراحة زوينين جاو تما فيهم هاد البوردو. انا هذا جبتو من المغرب في الكونتينر، الصراحة والله ما كنت غنجيبو، ومكتاب يجي لهنايا. هاد الشميعه انا صوبتها، وعندي هادو ديال تركيا. انتما كتشوفوا هكا، وهادو دوك النحاسات اللي كنت درت معاكم في واحد الفيديو. هاد الطابلو كان عندي واحد السويلينه واحد الكليسه فيها الطلانط، وكان شاطو لي هاد المرسو ودرتهم في هاد الطابلو هذا. هذا انا اللي مصوباه. هنايا عقلتو على هاد الباطو اللي صوبت، ها هو حطيته هنا، درت فيه هاد اللعيبات. انا هادو مخبيه فيهم ديناب ديال لي بلاطو باش يبقى عندي مخبيين، وهادو تاهما ديال تركيا. هادي واحد الشميعه انا اللي مصيبها، هادي في البدايات باش يلا كنت كنصاوب الشمع. وهاد الريدوات انا خايداهم من هنا، خايده كل واحد بوحدو. انا اللي درت لهم هاد الديزاين هذا، درت لهم هاد اللعيبه هادي. وهذه حتى هي، هادو ديزاينرز اللي دايراهم صافي. وحتى داك الجنيب حتى هو دايره فيه وحده، دايراهم فحال الحال حتى في هاد الجهه هادي اصغتي معاهم شفتوهم. وهنا يا سيدي ديري واحد اخر. انا هاد الشميعات هادو ان شاء الله دابا نخدمهم معاكم، ندير فيهم ايات قرانيه. من عندي هاد الطويجين حتى هو كنت درتو معاكم في الفيديو باش حكينا بداك
الوصفة السحرية. كيف ما كتشوفوا هذا ثم عندي هاد المرايا هادي حتى هي ديال المغرب، مرايا أصورتي مع طويبلات والستادر. كيف ما قلت لكم بنات اللي مهتمه بغات تعرفني خديت الطلام تخلي عليا في التعليق ولا تدخل عندي الانستغرام، راه كنخليه والانستغرام عندي بنفس سميه القناه. هنا واحد الشميعه ناقصه انا عاد شفتها، شكون اللي حيدها ليا؟ وقيل انا حيدتها كنت بغيت نصوبها علينا. وهنايا عندي هاد الضيافر هادو كندير فيهم داكش ديال الفاكهه، وهذا البلاطو اللي كنت صوبت معاكم حطيته هنا عجبني صافي خليته. جا صورتي تا هو مع الضيافر. هاي صافي عندي هنايا هادي هنا وهنايا هذا الريدو، هنايا درت لي هنايا الدخله الريدو، وهذه حتى هي كنت خديتها من المغرب. هذه مرايا فالو. المهم هانتوما دابا غندير لكم غنبينو لكم ا غران بلان. نجيبو الدورة طابلو مكتوبه فيه بسم الله الرحمن الرحيم. صار انا هادي بلايصتي ملي كنبغي نجلس هنايا، ملي كنتوحش المغرب وكنبغي ندير جو طقوس مغربيه ديال بلايصتي حدا الشرجم قابله مع الشرجم عجبني. وهذا هو صالوني سويلين ديالي، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. هذا مقابل معاه صالون رومي. البنات بغيت نوصيكم اللي عندهم الحيوانات في الدار يا اما قطوطه او الكليبات او الوليدات الصغار ما نصحهمش ياخذوا هادو. انا هما هادو تحيدوا ليا ما عرفتش فين خبيتهم الصراحه، كنخبي الحاجه باش نعقلها عاد ما كننساها تنقلب عليها، ولكن زوينين كيجيو حلوين كيزينوا الصالون. وهادو حتى هما انا ملي كنت في المغرب كانوا عندي القطوطه كانوا كلشي كيخسروا ليا. والطليمطات كيف ما كتشوفوا ها نتوما راه فيهم، شفتوا كي دايرين زوينين صراحه فيهم هذا بحال الصم. كيف ما قلت لكم انا عندي المخاد دو بياس باش الا طلع ليا فراسي نقدر نبدل نحيد هادو ونلعب عليه في المخاد، ندير مخدات في لون اخر الباش كيجي مع كل شيء. ونحيدو هاد الشيء نقلب لكم المخده. ها انتم المخده شفتوا كتجي حتى هي اوني بحال بحال التلميض، يعني كتلعبوا في غير في المخاد من بعد. سوينين كيف ما كان. هادو اللي عنده شي فكره وبغاني نديرها ليه فيديو ان شاء الله، هادو اللي كيشعلوا بالضو ما كيتخسروش ما كيدوبوش، بغيت ندير فيهم معوذات وايه الكرسي ان شاء الله. دونك ايه الكرسي قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وغتبقى لي وحده. خليوا لي في التعليق شنو ندير فيها، غتبقى شي ايه ولا شي حاجه. هذيك الشمعه الثانيه عندي فيها هذا من فضل ربي، لا عند فيها اللهم بارك هذا البيت، تخلطت لي مع وحده. المهم نتمنى هاد الصويلين يكون نال الاعجاب ديالكم،
وما تبخلوش علينا بشي تعليق زوين. صراحه عمري ما كنت كنفكر في شي حاجه الدار او نبين دار ولا شي حاجه، ولكن بزاف كيقول لي واش عندك صالون مغربي واش عندك صالون مغربي، فقلت صافي ندير ليهم فيديو نعطيهم نيت فكره على البنات هنا اللي في امريكا اللي بغاو يديروا شي صالون. انا هذاك سبحان الله جاتني الصباغه اسورتي مع الطلامط، الطلامط جبتهم في هذا اللون، جاتني اسورتي انا دايره هذا الكرونه في الدخله، مي صالون عندي في الباج اسورتي معاه. وهاد الكيسان هادو عزيزين عليا كيعجبوني، فيهم الخط العربي خديناهم خديتهم من تركيا، ولكن فيهم واحد ديفو ماشي كيتهرسو، الا كبيتو فيهم شي حاجه سخونه هنا كيحرقوكم، هاد اليدين كيسخنوا بزاف. انا عاد بغيت نشوف نصاوب ليهم شي حاجه اليدين شي غلاف ولا شي حاجه فاش ما يبقاش سخنوا. وشوفوا دابا اول مره غنرد ليهم بال، شوف شحال هما عندي، اول مره غنرد ليهم بال بان هادي ما لاصقاش. البنات نتمنى يكون السويلين ديالنا الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق، ولا كانت عندكم شي ملاحظه قولوها ليا. وشنو رايكم في هاد البلاط نخليه ولا نحيدو؟ انا بغيتو يبقى لي هنا لمسه مغربيه، فان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم. انا اللي كيجي عندي كيعجبو بزاف هاد السويلين، وخصوصا اللي ماشي مغاربه، جاو عندنا واحد الناس من باكستان ومن الاردن يعني حمقوا عليه بزاف، خصوصا هاد طويبلات الصناعه المغربيه يعني ما شاء الله. سبحان الله الحاجه كتكون في المغرب هكا تقليديه ما كديرش فيها، ولكن ني كتجي لبرا في الغربه كتولي تبان لك اشياء بسيطه راه عندها قيمه. بحال دابا انا هذا ما كنتش نديها في يعني في المغرب ولا والو، ولكن دابا كتبان لك شي حاجه اللي عندها واحد القيمه وتفكرك في بلادك، وخصوصا هادو حتى همايا ما كنتش كاع كنديها فيه. فسبحان الله يعني ضروري الواحد يدير اللمسه ديال بلادو في بلاد الغربه وما ينساش الاصول ديالو. مهم اخوان اخوات هذا هو السويلين ديالي ديال اليوم، وها هو كتشوفوا جعل الدخله دايره انا في الدخله وانفاس معاه عندي هذا رومي، جاني واحد انفاس مع الاخر. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم وخليتكم في امان الله.